تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة من فخامة الرئيس شوكة ميرضيايف رئيس جمهورية أوزبكستان أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك المفدى في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته